حديثي عن ملف اللاجئين السوريين لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والأقدم، ألا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين. وإذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأساوية والتراجيدية عمرها 7 سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغ عمر مأساتهم 70 عاماً بالتمام والكمال. فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948 والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على إثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، أشهرها القرار الدولي رقم 1994 الصادر في ديسمبر 1948، مروراً بأكثر من 30 قرار دولي صدر اتباعاً. وهذا الملف يتضخم ويتفاقم في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب، الكيان الذي يرى نفسه أكبر من قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.